السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنطرقوا الوثائق اللي غتحتاجوها باش تدفعوا الترشيح ديالكم في باك احرار. اول حاجه غتحتاجوها هي تسجيل في الموقع الخاص بالمترشحين الاحرار. هذا التسجيل تيكون انكم كتمشيو عند اقرب سيبر او مكتبه وكتعطيوه، تديو معكم لاكارت ناسيونال، كديو معكم صوره، كتديو معكم الجيميل ديالكم اللي هو خاص بكم نتوما، اللي غيجيكم فيه واحد الرقم سري ضروري انكم غتمشيو توصلوا للدار غتلقاو ديك الساعه عند المكتب. من بعد تجي غتلقاو واحد الرقم سري كيجيكم هذاك تحتفظوا به. في خلال التسجيل غيسحب الشخص هذاك اللي سجلكم واحد الالتزام من كيجبدوا من الموقع، التزام هذا ديال الغش كتاخذوه كتصدقوا عليه في المقاطعة اللي قريبة لكم. من بعد غتمشيو للمكتبة كتاخذوا واحد الملف ديال تقريبا شي درهم و50 ابيض، كتاخذوه كتديوه للمؤسسة اللي قريتو فيها كيعمروا لكم المدير ديال المؤسسة. رابع حاجة غتحتاجوها هي نسخة بطاقة التعريف الوطنية، يعني قاليزيوها احتياط، حيت كاين اللي كيقول لك باه ليغاليزي، كاين النيابة اللي ما كتحقش على ليغاليزاسيون. ثم خامسا كاين صورتان شمسيتان حديثة العهد، يعني جوج تصاور ديالكم يكونوا جداد، يكونوا ديالكم حاليا ما يكونوش تصاور قدام. ثم ثلاث أظرفة بريدية تحملوا العنوان ديالكم الحالي، العنوان الحالي اللي نتوما كتقطنوا به. ثم شهادة السكنة، هاد شهادة السكنة ما كيحتاجهاش كلشي، كيحتاجوها الناس اللي هما عندهم العنوان ديال البطاقة الوطنية مغاير للعنوان اللي هما كيقطنوا فيه، يعني يعني المدينة. مثلا انا عندي العنوان البطاقة الوطنية مراكش ولكن ساكنة في بن سليمان، يعني عندي واحد عندي باش ندوز، باش يسمحوا لي باش ندوز في بن سليمان غيخصني شهادة السكنة ناخذها من تما، كتأكد باني راه ساكنة تما بالفعل. هادشي علاش كنحتاجو شهادة السكنة، اللي عندهم العنوان هما باسم ديالهم كيحتاجو شهادة السكنة. ثم شيء اخر هي شهادة ديال الاعفاء ديال التربية البدنية، هادي كياخدوها الناس اللي ما كيبغيوش يدوزو التربية البدنية. هاد شهادة الاعفاء كتاخد واحد لامبريمي من المكتبة كتديوه معاكم يعني المستوصف اللي هو قريب لكم، كتمشيو عند الطبيب وكتقولوا بنا نديرو الاعفاء من التربية البدنية، وكتقولوا لنا شنو السبب وشنو هو العذر اللي عندكم. ولكن انا ما كنصحكوش اللي ما عندوش تعذر، ما كنصحوش انه ما يجتاز هذا الامتحان هذا، يعني كنشجع كلشي باش يدوزوا، اللي ما عندوش عذر صحي ملزم فعلا ما يتهاونش ويدوزوا، حيت المعامل ديالها واحد، ولو المعامل يعني المعامل ديالها واحد يعني غتستهنوا به، ولكن راه مهم غيفرق معكم نهار الامتحان مع المعدل، غيفرقوا معكم المعدل. وبالنسبه بالنسبه للامتحان ديال الرياضه راه ماشي شي حاجه كثيره، راه فيها رمي الجله وفيها الجري 100 متر، ماشي شي حاجه، اضعف الايمان غتجيبو 12. انا 16 عام ما تحركت، ما لعبت سبور، دوزت الرياضه جبت فيها 14.5، عاوناتني في المعدل. كنشجعكم اللي هو عنده القوه عنده الاستطاعه يدوز السبور، راه كتكون صراحه مزيانه، ما فيها لا جيمناستيك لا والو، فيها غير الجري وفيها رمي الجله اسهل ما يكون. واحد الحاجه بغيت نوريها لكم بالنسبه للتسجيل في الموقع الخاص ديال هذا، كيسحب كيعطيكم واحد لامبريمي كيجبدها لكم من بعد ما كتسجلوا، كيعطيها لكم مول السيبر اللي هي تاع هذه الورقه هذه، راه نوريها لكم هذه ديالي انا باش سجلت. هذه الورقه ديالي باش سجلت، ها نتوما هنايا فيها رقم البطاقه الوطنيه، فيها الاسم العائلي بالفرنسي والعربيه، الاسم الشخصي، اسم الام، تاريخ الميلاد، العنوان الشخصي بالفرنسي وبالعربية، وعنوان المراسلة. عنوان المراسلة راه مهم، هو فاش غتجيكم كونفوكاسيون، والإقليم فاش ترشحتو، والإعفاء من الإعاقة واش عندكم شي إعاقة ولا ما كايناش. المهم داكشي راه كيعمرو من السيبر، رقم الهاتف. بالنسبة للمسلك اللي واش عندك باك ولا ما عندكش، عندك الأمور اللي هي عادية ماشي شي حاجة. المسلك فاش غدوزو، انا درت مثلا مسلك العلوم الانسانيه، كنت في الاول درت الاعفاء التربيه البدنيه، ولكن من بعد مشيت عندهم النيابه قلت لهم عافاكم واش يمكن تحيدوا ليا، وصراحه تساعد معايا داك السيد اللي تما وحيد ليا الاعفاء ودار لي اني دوزت ودوزتها. داكشي باش بقات عندي هاد الورقه هادي اللي شفتو دابا، هاد لامبريمي اللي وريتكم، حيت رجعوه ليا عطاو داروا لي امبريمي اخر، حيت هو اللي كيعطيوك فين كتمشي النيابه، هو هاد وصل الايداع، هاد وصل الايداع هو اللي كيعطيكم في النيابه بوحدو، كيقطعوه وتعطيوه لكم لا غير، اما هذيك الورقه كتبقى عندهم.
فيها المعلومات ديالكم، وهو باش كتمشي تسولنا بغيت نسول على الكونفوكاسيون ديال الرياضه واش خرجت لي، واش عطاوك زعما الكونفوكاسيون ديال الرياضه تاخذوها، ولا الكونفوكاسيون ديال الامتحانات الكتابيه اللي غدوزوا الا ما جاكمش للدار كديو هذا الوصل وكتسولوا على نيوزكم في النيابه. واحد موفق للجميع.